السلام عليكم متابعينا، صلواتكم بكل خير وعافية. اليوم تغطيتنا عن جي اي سي تراس جي اس 3 موديل 2020. سعر السيارة من أقل فئة الستاندر 53,000 ريال سعودي، شامل ضريبة لوحات، لا يشمل التأمين وصولا إلى أعلى فئة، والمعاني اليوم في التغطية وسعرها 65,640 ريال سعودي شامل ضريبة لوحات، لا يشمل التأمين. ضمان السيارة 5 سنوات مفتوح الكيلومترات، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلو أيهما أسبق، بالإضافة إلى مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. وجد سيارة وأبرز المواصفات، بداية بالإضاءة الأمامية بيكون الواطي عدسات والعالي شمعات، كله بيكون هالوجين. بيكون عندنا ليد نهاري في السيارة، كشافات ضباب أمامية هالوجين أيضا في السيارة، ومين سبويلر أمامي. من الجنب بداية بفول تانك السيارة 50 لتر، صرفية السيارة 15.6 كيلو بلتر بنزين واحد، نوع البنزين 91، مقاسات الجنوط أو الكفرات 215/55، والجن 18 إنش مكحل بشكل رياضي. حماية أسفل السيارة باللون الأسود، مقابض الأبواب زي ما شايفيننا بلون السيارة، وعليها إطار من الكروم ودخول ذكي من الأبواب الأمامية. المراية بعيد عن جسم السيارة، وبلون السيارة عليها غمازات، إطار كروم أسفل الزجاج الجانبي، مقابض أو حناية عفش. ندخل بداية بجناح موجود مزدوج مع إنارة تحذيرية عند الوقوف. الإضاءة الخلفية بتكون معانا LED، عندك كاميرا خلفية، 3 حساسات من الخلف وكشافات ضبط، وعندك منه ديفيوزر أيضا، وعندك فتحات شكمان ديكورية من الخلف، الشكمان مخفي، الكاميرا هنا تحت، وفتح الشنطة بضغطة زر من هنا، وتقدر من الريموت أيضا أو من الداخل. مساحة الشنطة في حال أنك استخدمتها بالوضع الحالي 370 لتر، في حال أنك طويت الصف الثاني بيكون معك 780 لتر كمساحة تخزينية. شراء عندنا إضاءة في الخلف ومخرج طاقة أيضا موجود. التكفيل يدوي في السيارة. محرك السيارة محرك رباعي الأسطوانات، حجم 1.3 لتر أو 1300 سي سي تيربو، يولد 135 حصان والعزم 200 نيوتن، متصل مع جير 6 سرعات. فئة الستاندر أو الأقل مواصفات راح يكون عليها محرك 1500 سي سي تنفس طبيعي، يولد 115 حصان. ريموت السيارة، شنطة، فتح، تكفيل. الصف الثاني من السيارة بداية بمساحة الجلوس 2 أصابع بين الركبة والمقعد الأمامي، المقعد راجع إلى آخر شيء، طولي 178 سنت، مسند وسطي مع حملات أكواب. فتحات التكييف تعتبر مواصفة قياسية، وعندنا تحت مخرج طاقة USB. هنا عندنا إضاءة السقف، طبعا زي ما شايفين الأبواب أو المقاعد مطرزة باللون الأورنج أو البني الفاتح مع البني المحروق على المقاعد، وأيضا على الأبواب ولمسات الكروم الموجودة على الباب، معطي السيارة من الداخل شكل جميل. بالرغم من صغر حجم أو فئة السيارة، لكن تصميم الطبلون يعطيها شكل أنها سيارة SUV أو سيارة جيب من الحجم الكبير. التصميم صراحة جدا جميل وحديث. طبعا الزجاج كهربائي بالكامل، بيكون عندك الزجاج أوتو مع الزجاج السائق في الأوتو طلوع نزول، أما الباقي نزول فقط. عندك سنتر لوك وتأمين الزجاج. هنا عندنا مجموعة أزرار، أول زر هنا التحكم بمستوى الإنارة، بعد المرايات في اعطي كهربائي، وهنا التراكشن، وهنا عندنا الهيل سنس كنترول المساعده في النزول من التلال. هنا عندنا مساحه تخزينيه، الاضاءه ما يتوفر فيها وضعيه الاوتو والدركسون، ينزل يطلع فقط، ما بيكون حلزوني معاك في السياره. على اليمين عندنا مجموعه ازرار، اول شيء على اليمين عندنا التحكم بمثبت السرعه، تشغل وتفصل، ومن هنا تزيد او تقلل السرعه. هنا مجموعة أزرار للتحكم بشاشة عرض المعلومات الموجودة في وسط العدادات. على اليسار عندنا مجموعة أزرار للتحكم بالميديا، التنقل بين الموجات وتقليل زيادة الصوت، من هنا الميوت أو تصمت الصوت، وهنا عندك رد الاتصال، فصل الاتصال، بلوتوث. لوحة العدادات زي ما شايفين إطارات باللون الأزرق، شكلها جميل. تحت هنا عندنا مؤشرات البنزين أو الحرارة، أعلى منها عندنا شاشة عرض معلومات. طبعا عندك 3 غوائم، أول غائمة التنبيهات، الغائمة الثانية وهي إعدادات المركب، معلومات السيارات وغيرها من الأشياء اللي تحتاج تدخل عليها. عندك هنا يعرض لك معلومات الغائمة الثالثة، يعرض لك معلومات عن السيارة، حرارة الإطارات، درجة الحرارة الخارجية، مدى البنزين. عندك هنا الفولت حق البطارية، الاستهلاك اللي هو في حال أنك كنت ماشي بالسيارة حيعطيك الاستهلاك اللحظي، ذاكرة المدى القصير والمدى الطويل اللي هي عدادات الرحلات،
ترجع لضغط الإطارات وبعد على طول حرارة الإطارات. طبعا بالنسبة للشاشة تدعم عندك البلوتوث وتدعم عندك اليو اس بي. الشاشة أيضا عليها خرائط، وأيضا تقدر تدخل على الإعدادات من هنا تتنقل في الإعدادات اللي هي الدركسون عايزه رياضي ثقيل أو مريح، جسم السيارة اللي يقصد لك، الأقفال وغيرها من التحكمات. وهنا عندك الأضواء النهارية وغير الضباب وغيره، تقدر تختار أنت إيه اللي تحتاجه في الإعدادات بشكل عام في السيارة. طبعا أكيد متصلة مع الكاميرا الخلفية مع خطوط تفاعلية تساعدك في الركن، وأيضا بتشوف عندك هنا فوق تنبيهات الحساسات تعطيك تنبيهات واضحة. والأزرار اللي موجودة تحت هنا أزرار للتحكم أو وصول سريع للشاشة. من هنا عندنا التحكم بالتكييف، مناخ واحد بارد حار، يتوفر فيه وضعية الأوتو. في الداخل هنا بيكون عندنا مساحة تخزين، وجوا عندنا مخرج يو اس بي ومخرج ولاعة، يمكن كده أوضح. عندنا هنا الأوتو هولد، بعده الفينجر بريك أو الهاند بريك الإلكتروني بيكون كهرب. هنا عندك زر لوضعيات القيادة، إما الدي العادي أو المانويل، وتغير أو تشتغل تبترونيك من هنا. عندك الإيكو الوضعية الاقتصادية، طبعا عشان تاخذ الوضعية السبورت بتنزل بالجير لآخر شيء، من الدي بتنزل للإس. طبعا عندك حملات أكواب، وهنا مواضع لوضع البطايق. بالنسبة للجوال هنا عندك درج يشيل جوالين مرتاح، وهنا عندك درج أو مساحة يعني تحط فيها جوالك. المتكة هنا عليه جلد مطرز، وتحته عندك مساحة تخزين متوسط، طبعا يجي باللون البني الغامق او المحروق. الشمسيات او الشماسيات عند السائق مع مراية واضاءة، وعند الراكب ايضا مع مراية واضاءة. هنا عندنا جيب للنظارة او حامل نظارة، من هنا يتحكم بفتحة السقف، وعلى منه التحكم بالاضاءة تخليها مع الابواب او تفصيلة او بصورة منفصلة موجودة. هنا بخصوص انظمة السلام والامان الموجودة في السيارة بيكون عندنا مانع انغلاق ومانع انزلاق وتوزيع الكتروني للفرامل. بيكون ايضا عندك حساسات خلفية، كشافات ضباب خلفية امامية، وكاميرا خلفية مراقبة ضغط الاطارات، تثبيت مقاعد الاطفال، احزمة امان بعدد الركاب، وايضا فل ارباقات موجودة حتى على المقاعد في ارباقات في السيارة. وايضا بيكون عندك الهيل سنس كنترول او المساعدة في النزول من التلال. شرطتنا اليوم كانت من داخل معرض شركة جي اي سي موتورز مدينة الرياض، طريق خريص رقام. التواصل مع المعرض اللوكيشن كله راح يكون موجود في خانة الوصف، حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا راح تكون موجودة في خانة الوصف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المحتوى مع اصدقائك. ختاما في امان الله.